ايه سيدي؟ بعد الصلاة على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء نبدأ حكايتنا هذه الليلة. حكايتنا خفيفة نظيفة. قال على المختار اترحموا ودعوا له الجنة يتخلى، والناس بموته تيتموا والشجرة فقدت ظلة، والجنازة بمقتموا ما حدا غير عمله، وبالتأبين اتكلموا وعملت الناس بأصله، هالمختار ما أعظمه ريت عظامه ما تبلى. بس هلأ بالوقت الحاضر في أزمة واجب حلها، كرسي المخترة شاغر وما في بالعادة يخلى، والمختار ابنه قاصر وبالحارة عم يتسلى، ومو حلوة يعينه فاجر ويقولوا له أهلا وسهلا، مشكل ما كان على الخاطر ولبك البلد كله، والانتهازي ناطر وعم يجعر أنا أولى، وظانن حاله بالظاهر إنه نيلسون مانديلا. يا ترى مين القادر على هالتركة وعلى حملة؟ بدهم طليعي سائر يعز البلد وما يزلة، ملوا شغل العناتر وأخلاقهم المنحلة، الفساد بعظمه الناخر، حتى السياسة وصلة، والرشوة تفشت على الآخر وزادت الطينة بلة، والعدو أكبر ساخر من هالأمة ومن جهلة. وين السياسي الطاهر؟ وين العظمة الأجلة؟ شو البلد صارت عاقر ما في ولا مرح بلا؟ وينك يا الزمن الغابر وأمثال المعتصم بالله؟ كثرة خطب المنابر وكل خطبة ولا أحلى، تلاعب بالمشاعر بالمفرق والجملة، وحتى بأصغر حواير صار في مرشح للدولة، والسلطة بنت باكر والكل عم يطلب وصلة، والشعب واقف حاير، السلطة مين بيلبقلة؟ نصبوا خيم عالداير وهات على صرف عملة، وجابوا جمهور مآزر منين جابوه يعلم الله، ووزعوا لك فطاير عالناس المادة ومتلة، والحلو والسكاكر ليلي بده يتحلى. وبلش دق المزاهر ورأس النور عالطبلة، وجابوا كاظم الساهر وعلي الديك وشعبولة، وسطحة أحلى الحناجر نانسي وهيفا وفولة، وغنارن المطرب ماهر افرش منديلك عالرملة، ورقصت بهالجو الساحر إنانا وفرقة كراكلا، ومشان البس المباشر جابوا بسام الملة، والشعب دمه فاير عم يتفلفل ويتقلى، مستغرب يلي صاير ولا حول إلا بالله. وبالليل انفض السامير وبارك الله وصلى. في حكيم كتير شاطر بيحط الحكم بمحلة، وبالقطع الطاير جبلن حزورة وحلة، قالن الشعب ماكر وارضاءه شغلة مو سهلة، بده سكرت يسر الناظر بالأناقة والطلة، ولازم يلبس ويفاخر للشعب أفخم بدلة، ورجاء انسوا الكنادر وروحوا حوافة على الحفلة، في كندرة يا سنادر مصنوعة بمعمل سندريلا، ويلي قياسة أدرجله فاز بالمخترة كلها، وقعد على العرش الفاخر مثل الباربي أو فلة، وفطورة من الصبح الباكر كورن فليكس وكراميلا، وجايته هالجواهر من غير ما حدا يقلها. شوفوا القصة يا أخوان، وكل المغزى بالأفلة. Thank you.
الدكتور لازق حرارة الغرفة لل 25. وجيب لي صادم الكهربائي بسرعة. أوام بسرعة بسرعة. صحيح الحكي اللي سمعته نبيلة؟ ايه والله يا هدى، هلا كنت عم بحكي مع المستشفى، قالوا لي انه فخامة المجيد هلا فات على غرفة العمليات. طب خير شو صار له؟ بتعرفي شو صار له؟ بالضبط ما بعرف، بس قالوا اجته نوبة هو عم بيحضر المؤتمر وقع على الأرض. هيك فجأة؟ فجأة وبدون مقدمات. مين قال لك الحكي؟ أبو الحكم جوزي. ما أبو الحكم هو اللي كان واقف جنبه وسنده لما وقع على الأرض. لك صحيح جوزك أبو العيلة ليش ما كان بالمؤتمر؟ لك شبكي نبيلة؟ معقولة أنت مو جوزي بماليزيا؟ إيه والله صحيح، والله عقلي ما عاد جمع. ودخلك خبرتي لأبو العلا؟ لا والله لسه. وشو ناطرة يا هدى؟ مو لازم تخبريه أنت بنفسك قبل ما تخبره الخارجية؟ يعني لا تأخذيني، هلا إذا صار ما صار مو لازم ينحط بالصورة؟ بقى خليه يقطع زيارته ويجي فورا. إيه والله مزبوط، معك حق، لأنه نوابه لازم يكونوا حواليه بهيك وعكة صح؟ الغريب يا هدى انه كان عم بينكت بالمؤتمر على غفله انبطح بالارض. إيه لا مو على غفله يا نبيله، مو كلياتنا بنعرف انه فخامه المجيد مريض، وحتى بمستشفيات برا ما كانوا يلاقوا دواء لمرضه. بس يعني قلتك ما بنقدر نزوره بالمستشفى؟ بنقدر، ليش لحتى ما نقدر؟ يعني بيقولوا عاده بهيك ظروف بيمنعوا زيارات. ما بعرف بس بنسال. ايه ألو دكتور إحسان، أنا أم الحكم، بدي أسألك زيارات مسموحة مشان زيارة فخامته؟ أيوة صحيح مظبوط معك حق. طيب دخلك هلأ هو شلونه؟ بعده بغرفة العمليات. خير إن شاء الله، الله يشفيه ويعافيه. شكراً دكتور. شو قال؟ قال الزيارات كلها ممنوعة لأسباب أمنية، يعني مهما عليت درجة القرابة أو الدرجة الوظيفية، يعني لا وزراء ولا سفراء ولا إعلام ولا صحافة ولا أي مخلوق يخلق. طيب شو قلتك نبيلة؟ يعني بيكون فخامته موصي على الخلف ولا مو حاسبك حساب؟ ما حدا بيعرف، يعني فخامته الله يرحمه، قصدي الله يشفيه ويعافيه، يعني كان غامض كتير، وإذا حدا سأله هيك سؤال كان يتكهرب وينقمت قلبه. يعني ما حدا بيعرف شو موصي؟ أبداً، حتى الدكتور إحسان اللي هو طبيبه الشخصي وصديقه الخاص ما بيعرف. طيب على فرض يعني، ها؟ على فرض يعني لا سمح الله إذا فخامة المجيد صار له شيء، لا سمح الله، أنا عم أقول لا فعل عليه، مين المفروض أنه يستلم بداله؟ نوابه، هيك الدستور بيقول، يعني يا جوزي أبو الحكم يا جوزك أبو العلا. إيه بس مجلس القيادة هو اللي بيقرر بهيك حالة ما هيك؟ طبعاً أكيد مجلس القيادة. يا ترى هالمرة رح انفض يا حسام؟ حط املك بالله وفينا سيدي. بدي عملية مو هيك؟ اي والله سيدي، بدك عملية وفورا. حسام قرب ابنك لقلك قرب. موسيقى
فيك تباشر تخدير دكتور؟ يلا. شلون دخلوكم؟ دبرنا حالنا. اللي شلونه هلا؟ بغرفة العمليات وضعه حرج شوي. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. نزل ضغط بدنا نرفع له اياه بسرعة. اعطيني نص سنتي دوبامين. شو بدو لك؟ طالع هالورد لبرا، يلا! حاضر سيدي. وهذا حذائي أمانة في أعناقكم فليلبسه من يشاء إلى أن يتحقق مضمون الشعار المطروح مجيد الوطن. بصراحة يا دكتور إحسان أنا ما عندي خبر بالوصية، بالرغم من أني نائب المجيد الأول بعمره ما فتحني بالموضوع ولا جاب سيرته قدامي ولا قدام النائب الثاني أبو العلا. معك حق، لأنه هالشغلة خطرت بباله مؤخرا، ودائما كان يقول لي باعتباري صديق مقرب لفخامته الله يرحمه في شغلة بدي أطلعك عليها قبل كل الناس وبدي استشيرك وأخذ رأيك فيها.
غريب، غريب فعلا. على ما يبدو كان فخامته الله يرحمه ناوي يقدم هالمذكرة لمجلس القيادة لأقرارة، بس الوقت ما ساعده، وبصراحة ما كان متوقع تكون نهايته بهالسرعة. الله يرحمه. ما قالوا لي شيء، قالوا لي اجتماع بالقيادة وبس. يعني صحيح مو وقت السؤال هلا، بس معقول يستلم أبو الحكم؟ والله ما بعرف، كل شيء وارد. هو أقرب منك للمجيد مزبوط، بس أنت أقوى منه. القصة مو هيك يا هدى، القصة معقدة كتير. شلون يعني؟ يعني أنت بتعرفي إنه فخامة المجيد ترك وصية. دخيلك على هالوصية؟ والله ما دخلت مخي منوب. ايه بس المشكلة انه هو كاتبها بخط ايده وموقع عليها كمان. وشو قصده من هالوصية بالله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. ما كنت أظن بأني سأحيا إلى زمن أضطر فيه راغما أن أقف فيكم هذه الوقفة الثقيلة التي تذيب قلبي وتحطم فؤادي، هذه الوقفة التي لا يتمناها امرؤ لألذ أعدائه. صدقوني يا سادتي، هذا اليوم بالنسبة لي هو يوم الكريهة، يوم الحدث الجلل، يوم سقوط البطل، يوم فقدان الأمل، يوم غاشم، معتم، عاتم، صباحه غائم، والحزن فيه على صدورنا جاثم. يوم انتزع فيه الموت أعز إنسان إلى قلوبنا، وأقرب حي إلى نفوسنا. يوم أصبح فيه المجيد ذكرى بعد واقع، وروحا بعد جسد، وأثرا بعد عين. أيها السادة، عودنا فخامة المجيد فيما عودنا ألا يتركنا وشأننا، وألا يدعنا وإن ودعنا، ولأنه حريص ولا يحب أن نقع بعده في حيص بيص، ولأنه يؤمن بالديمقراطية ويعشق أجواء الحرية ويبجل الشعارات، فإنه أوصى فيما أوصى بالوصية التالية التي سأقرأها عليكم، وما عليكم إلا تدبرها والعمل بمقتضاها.
أنا مجيد الوطن، أوصي وأنا بكامل أهلية القانونية والشرعية والصحية، أوصي في حال رحيلي عن هذه الدنيا أن يخلفني في المنصب من ينطبق عليه شعار الرجل المناسب في الحذاء المناسب، وهذا حذائي أمانة في رقابكم، فليقسه من يشاء إلى أن يتحقق مضمون الشعار المطروح. بعد انتهاء فترة الحداد ومدتها 15 يوما، سنجتمع كلنا لنجرب القياس والمقاس، والدعوة عامة لكل الناس. وأما الحذاء العتيد فإننا سنسيره موجودا محتفظين به في المتحف حتى ذلك التاريخ. أما الآن فلنقف جميعا منكسي الرؤوس دقيقة صمت على روح المجيد المرموس. يلا بدك شيء؟ سلامتك، ما قلت لي أبو العلا بدك تتأخر بالعزاء؟ ما بعرف، على كل بعد خيمة العزاء عنا اجتماع بالقيادة. ليش كم خيمة راح تزور؟ خيمة أبو تالا وخيمة أبو سعد الأجدباني وخيمة تاجر منير لبخة. دخلك شو بصير بهالخيام؟ لك ولا شيء، جرش كلام، شعار وخطابات وكاهية. تعرف يا أبو العلا أنا من شو خايفة؟ خايفة من أبو الحكم هذا ليقوم يلعب بديله. حاكم هالزلمة مانو قليل منوب، يعني إذا مفكر حاله أنه أكل الجو كلياته بخطابه التأبيني بيكون كتير غلطان، لأنه القيادة كاشفته. ها؟ لا تخافي، ما بيطلع بيده شيء، الأمر محسوم والوصية بدها تنفذ شئنا ما بينا. خبريني انت شو عم تساوي الاتحاد؟ دخيلك الحال من بعضه، كلياته خطب وحكي مثل العاده، والشاطره منه اللي بدها تقرب من مرت المجيد. طيب خاطرك. وين فكرك؟ وين عقلك؟ وين ذكاك يا أبو الحكم؟ المسألة أكبر مني والأمر ما بتعلق بالذكاء. طيب والعمل؟ ما بعرف، تربطت إيدي وما عم تفيدني بلاغتي ولا ثقافتي، ما حدا قايم قيمة لهالشغلات. يعني والله إذا بيستلم أبو العلا لحتى طقطي ما بيطلع له. طيب اللي شو رح تعمل؟ ما بقى في وقت؟ ما بعرف، إيدي مو واصلة شيء. طيب إذا إيدك مو واصلة فكر برجلك. شلون يعني؟ Thank you.
وهي خشب. تسلموا فادي. تسلموا على الأستاذ رمزي. سلام ديار. الله يسلمك. تعرفوا يا جماعة هالوصية هي من أغرب ما سمعت. بس شو المقصود فيها يا ترى؟ شبانة أبو عمي شغل لي مخك شوي. ولك صدقني عم شغله بس ما طلع معي شيء. بقى أنتوا شو فهمتوا؟ فهموني أخي. جناب المجيد الله يرحمه كان عنده بعد نظر كتير. طبعا المجيد الله يرحمه الله كمل له عقله، كان قلبه على البلد وخاف إذا ارتحم تشتغل الفوضى والتخبيص. سيدي وهيك كان رح يصير لولا ما وصل هالوصية. بس أنت مانك شايف هالوصية غريبة شوي؟ شو صبات وما صبات يعني؟ بهي معك حق، هي من جهة مو غريبة والله غريبة، بس إذا بك تشوف الصورة منيح ولا يهمك لا تقرب عليها كتير وتدحش وشك فيها، بعد عنا لازم تشوفها منيح. كمان ما فهمت. ايش بنا ابو عوني مطرمخ كتير اليوم، الزلمة حابب يشارك كل الناس، يعني بده يساوي ديمقراطية بالبلد. اخي بالمختصر المفيد، اذا رجلك نزلت بهالصباط ولبسته لبس بتكون انت الفايز بدون منافس. بس انا رجلي مدربسة. مشكلتك سيدي مشكلتك. اخ والله الزلمة جواني وغني. لك اقبرني اللي خلقه، فعلا هالفكرة ما بتخطر على بال بني آدم. اي والله والله غريب. نجوم السماء رب لك يا ابو الحكم. بس مصعبة الله يرحمه. بجوز بس هو اللي فتح الباب لكل الناس. قلت لك يعني حدا لعبان بعقله؟ مين بده يكون يعني؟ يعني مثلا الأجانب، لأنه هالحركة جديدة كتير. ما بعتقد، لأنه الله يرحمه ما كان بخيل أبدا. لكن ليش هيك ظلمناه؟ ما ظلمنا ولا شيء، بكرة على قياس ببين كل شيء. صحيح. على كل حال أنا لساتني على رأيي، هو الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة، بس الله يسامحه على هالموقف. يخليه يحكم واحد من أفراد الشعب شي مرة شو بيصير؟ ليس من المعقول وليس من المقبول أن يسارع الرجال إلى تسلم السلطة بينما نبقى نحن النساء ذليلات أمام دائرة الظل. ولقد عدل المجيد بفكرته العظيمة تلك حينما أفسح المجال واسعا أمام الجميع لكي يحظوا بأعلى منصب في البلد. فعلينا نحن النساء أن نتحرك في هذا المجال، كفانا إهمالاً، كفانا تفريطاً بحقوقنا. يا ريت بلد تصفيق، لأن الظروف ما بتسمح بهذا الكلام. فنحن معشر النساء يجب أن نتابع أمورنا بكل جد واجتهاد، لأننا يجب أن نتبوأ المراكز العليا وأن نأخذ المناصب الكبيرة وندافع عن حقوقنا. فهمتم أم لا؟ Thank you.
جاء يوم الحسم ووجب علينا تنفيذ رغبة الفقيد المجيد، وهي تحت شعار المسؤول المناسب في الحذاء المناسب. وما إشراكنا من قبل الراحل بهذه اللعبة الموسعة إلا حرصا منه على ترسيخ مبادئ ديمقراطية محلية وليست هجينة مستوردة، ديمقراطية وطنية تساوي بين الجميع وتنظر إلى طبقات الشعب بعين المساواة. وإنه بهذه اللفتة الكريمة قد حقق السواسية بين أفراد المجتمع، من شعراء وكتاب وأدباء وسياسيين وأصحاب تجارة وحرف إلى آخره. وهكذا فإن صورة نظامنا الدستوري المبتكر هذا سوف تجعل صورتنا لامعة أمام الرأي العام العالمي، وربما أخذ عنا تجربتنا ليعممها في بلاده. ونحن جميعاً نعد الفائز بالقياس، نعده بالولاء والطاعة العمياء، وسنكون جنداً نأتمر بأمره. والآن أرجو من الجميع خلع أحذيتهم والاستعداد للبدء بالقياس. باسم الفقيد المجيد نبدأ القياس.